جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه أم عبد الرحمن من مكة المكرمة تسأل وتقول: إنني من سكان مكة المكرمة، وسمعت بعض الناس يقولون إن سكان مكة ليس عليهم طواف قدوم في الحج إلا على القادمين من خارج مكة، هل هذا صحيح؟ أفتوني مأمورين جزاكم الله خيرا، علما بأني أريد الحج. نعم، هذا صحيح. إن شاء الله. طواف القدوم إنما يكون للقادم من خارج مكة، وأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج ويذهبون إلى عرفة، يذهبون إلى منى وفي اليوم الثامن، ويذهبون إلى عرفة من غير أن يطوفوا بالبيت إلا بعد أن ينزلوا من مزدلفة، فإنه يبدأ في حقهم طواف الإفاضة. طيب. نعم.